بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الأحواض انتهى منها الببكات، طبعا سوينا على مساحة 120 متر. هذا الحوض الأول 45 × 9، وهناك وراء ما شاء الله 5 أحواض. طبعا الحوض اللي وراها خليناها 25 × 9، هذا هو الأكبر حوض الحين نمشي فيه. بعدين الأحواض الثانية على 25 متر × 9، عقمناها وصلحناها. هنبدأ إن شاء الله نركب الأعمدة. هناك الأعمدة الخشب المربيع، هذه حقة الظل حق الأحواض. هنبدأ إن شاء الله بكرة نركبها بحول الله تعالى، ولا ركبناها بإذن الله تعالى هنبدأ نزرع الأزولة خلال العشر أيام هذه، وحنوريكم فيديو إن شاء الله تعالى على زراعة الأزولة، ونوريكم كمان إيش زرعنا في المزرعة عشان نخفض نسبة الأعلاف الأغنام بإذن الله تعالى. حنوريكم المقطع الثاني الآن بإذن الله. ثواني بس. وهنا هذا خطوط زرعناها، البونيكام والبلو بانيك. هذه الأحواض ما شاء الله زرعناها بلو بانيك، هنوريكم البلو بانيك الآن بدأ في النمو. هذا البلو بانيك الصغير زرعنا تقريبا، هذه المشعيب طولها 50 متر أو 55، هنكمل إن شاء الله الأخير. وهذا خط البونيكام ما شاء الله كله بدأ يخضر، أهو طلع نموات جديدة ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا زرعناه كما في الفيديو السابق شتلات كبيرة، لأن أفضل شيء في هذا الوقت تزرعوا شتلات كبيرة. شوفوا ما شاء الله بدأ يجدد. طبعا هنا وهناك الشتلات اللي أكبر. هنا طبعا مشروع في المزرعة تسمين أغنام، وحبينا نوفر 3 أشياء حتى تخفف عنا نسبة الأعلاف، اللي هو البونيكام والبلو بانيك بالإضافة إلى الأزولة. والحمد لله حبينا نشارككم هذا الفيديو لنريكم الطرق كيف التخفيف من نسبة غلاء الأعلاف. شوفوا ما شاء الله هنا كله جدد، هذا البلو بانيك ما شاء الله كله جدد ما شاء الله. حبينا نوريكم الفيديو، دعمونا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.